مشاهدين أهلا بكم مجددا. سنعرض في هذا الفيديو أسباب سقوط الطائرة المقاتلة الروسية سوخوي سو 30 بالجزائر. قد أصدرت جريدة النهار الجزائرية خبر سقوط طائرة مقاتلة بالجزائر والرئيس يعزي عائلتي الطيارين في شهر يناير من العام الجاري 2020. مفاد هذا الخبر أنه لقي طياران جزائريان حتفهما في سقوط طائرة عسكرية بولاية أم البواق شرقي العاصمة الجزائر، وقد وجه الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلتي الطيارين. قد أفادت التقارير الإخبارية بأن الطائرة سقطت في بلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي، وأن طاقم الطائرة المكون من عسكريين اثنين، الأول برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول، قتلا في الحادث. ونقلت صحيفة النهار في موقعها الإلكتروني عن مصادر محلية أن الطائرة الروسية الصنع هي من نوع سوخوي سو 30، كما أشارت المصادر أيضا إلى أن صوت انفجار الطائرة واحتراقها كليا أحدثا هلعا في أوساط السكان بالمنطقة وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء. كتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تويتر يقول: أعزي نفسي وأعزي عائلتي الطيارين ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواق. ولكن ما هو السبب الفعلي والحقيقي وراء سقوط هذه الطائرة؟ هل هو نقص وتقصير في عدم الصيانة الكافية من طرف القوات الجوية الجزائرية، أم هو عيب من عيوب التصنيع الروسي؟ دعونا أولا نتعرف على الطائرة الروسية الصنع سوخوي سو 30 ومواصفاتها. سوخوي سو 30 لقب تعريف الناتو فلانكر سي، هي طائرة مقاتلة ثنائية المحرك وثنائية المقاعد، طورت من قبل شركة سوخوي الروسية. تنتمي سو 30 إلى الجيل الرابع، وهي مقاتلة متعددة المهام قادرة على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه الضربات إلى جميع الأهداف المعادية في شتى الظروف الجوية باستخدام الصواريخ الموجه وغير الموجه، وتتميز بقدرتها على القيام بمهام بعيدة المدى. المتابعة بالرصد الراداري، مساندة القوات الأرضية، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية. كما تتميز بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية. سو 30 هي مقاتلة متطورة من النسخة التدريبية ثنائية المقاعد سو 27 UB، حيث تم وضع التصميم الجديد وتسميتها رسميا سو 30 من قبل وزارة الدفاع الروسية سنة 1996 من سلسلة طائرات فلانكا. فقط طائرات سو 27 وسو 30 وسو 35 هي التي دخلت مراحل التصنيع الفعلي من قبل وزارة الدفاع، باقي الطائرات مثل سو 37 مجرد نماذج فقط. تتميز سو 30 حاليا بوجود نسختين تتفرع عنهما باقي النماذج الأخرى، النسخة الأولى هي سو 30 كيكي أم، وتنتج من قبل مجمع كومبسو مورساك ناموري لصناعة الطائرة كي أن أي أي بي أو ثنائية المقعد، مطورة انطلاقا من مقاتلة سو 27 إس كي، قد صممت عام 1997 لفائدة الصين، وبدأ إنتاجها سنة 1999 مخصصة لمهام الهجوم الأرضي المسافات البعيدة في كل الظروف الجوية، مشابهة للمقاتلة F-15 إسترايك إيجر الأمريكية.
أما النسخة الثانية SU-30 MKA فقد تم تطويرها بالشراكة مع الهند من قبل شركة AirCore انطلاقا من النسخة التدريبية SU-27UB، وهي مقاتلة متعددة المهام متخصصة بالإضافة إلى مهام الهجوم الأرضي في مهام السيادة الجوية. لذلك تم تزويدها بأنظمة ملاحة جوية جديدة كنظام توجيه الدفع تراس فيكتورين ونظام الأجنحة الأمامية كاناتس ورادار المصفوفات المتراصة رادار فيز أري بعيد المدى. مواصفات المقاتلة سوخوي 30 التعبوية والتكتيكية. وزن الطائرة لدى الإقلاع 26,090 كيلوغرام. احتياطي الوقود 5,270 كيلوغرام. المدى الأقصى للطيران 4,000 كيلومتر. المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5,200 كيلومتر. السرعة القصوى 2 ماخ. الارتفاع الأعلى للتحليق 17,300 متر أي أكثر من 17 كيلومتر. إن المقاتلة الروسية سوخوي 30 مزودة برادار شبكي ومحرك يمكن التحكم باتجاه دفعهما بأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد وعلى مسافات كبيرة وبدقة عالية. ولأهمية هذه الطائرة لقد أعلن قائد الطيران البحري الروسي اللواء إيغور كوجين في مايو سنة 2018 أن المقاتلة الروسية متعددة المهام سوخوي 30 S ستصبح الطائرة الروسية الرئيسية لقوات الطيران العملي التكتيكي للقاعدة البحرية الساحلية التابعة للبحرية الروسية. قد حصل سلاح الجو الروسي على أول دفعة من المقاتلة على أول دفعة من مقاتلات سوخوي سو 30 سنة 2012. ولكن يبقى السؤال دائما مطروحا، ما هو السبب الحقيقي والفعلي وراء سقوط الطائرة المقاتلة الروسية الصنع سوخوي سو 30 التي تملكها القوات الجوية الجزائرية؟ في يوم 12 جوان من سنة 2017 جاء تقرير لخبراء هنود يكتشفون مشاكل كبرى في أسطول مقاتلات سوخوي 30، حيث اكتشف خبراء صيانة هنود أن مقاتلة سوخوي 30 الخاصة بسلاح الجو الهندي تعاني من تشققات وتصدعات على مستوى البدن ودعائم المحرك ووصلات المراوح التوربينية، وذلك بعد 2000 ساعة من الطيران فقط. ويعتبر هذا الرقم منخفض بثلاثة أضعاف من المعدل المتوقع، خاصة وأنه من المفروض أن يتحمل بدن الطائرة ما يزيد عن 6,000 ساعة طيران. كما أن المحركات ليست بالمستوى المطلوب كذلك من حيث الاعتمادية والأداء، ويعمل الخبراء الروس على إيجاد حلول سريعة وطارئة للمشكلة خصوصا بعد تقديم الزبائن شكاوى عديدة خصوصا الهند وفيتنام ودول أخرى لم يتم ذكرها في التقرير. ومن جهته صرح نائب المدير التنفيذي لشركة سوخوي الروسية ألكسندر بوشكوف أنه بعد تنقل مختصين إلى الهند أكد أنه سيتم التنقل إلى دول عدة تمتلك نسخ من سوخوي 30 لمعاينتها بعد تلقي عدة شكاوى بهذه المشاكل الغير متوقعة. وفي ظل هذه الظروف لا يزال الأسطول الهندي يواجه مشاكل مع مقاتلات سوخوي 30 صيانة ونقص قطع الغيار، على الرغم من توقيع اتفاقية طويلة الأجل مع روسيا لتوريد قطع الغيار وتوفير المساعدة الفنية على مدى 5 سنوات لهذا النوع من الطائرات.
وفي تقرير صحفي آخر صدر في شهر أغسطس سنة 2018 حيث كان عنوانه ماليزيا لا تزال تواجه مشاكلا بالطائرات المقاتلة الروسي سوخوي 30، حيث كان مفاده أن وزير الدفاع الماليزي محمد صابو أكد أن قوات الجوية للبلاد لا تزال تواجه مشاكل في مجال الصيانة وعدم وجود قطع الغيار لأسطولها من المقاتلات الروسية الصلح. وفقا لتقرير نشرته صحيفة ستار أونلاين، حيث قال محمد صابو أيضا إن 4 مقاتلات فقط من بين 28 مقاتلة روسية يملكها سلاح الجو الملكي الماليزي RNAF قادرة على الطيران، وحيث أكد أن 4 فقط منها قادرة على الطيران بشكل جيد، مضيفا أن الطائرات الباقية أو المقاتلات الباقية لا تزال قيد التصليح. ووفقا لفلايت جلوبال أجبرت الجزائر على إعادة 12 مقاتلة من نوع ميغ 29 SMT إلى روسيا بعد رفضها قبول الطائرات وسط مزاعم تدني جودة التصنيع. وفي وقت سابق قال إن الوزارة ستتوقف على منح الرتب الفخرية للسياسيين لتفادي أي ممارسات منهم لاستغلال الرتب واستغلال مناصبهم. في رأيي شخصيا أرشح سبب سقوط الطائرة المقاتلة سوخوي الروسية 30، وذلك بسبب حدوث ثقب في الهيكل، من المرجح أنه تسبب في انخفاض ضغط المقصور، وذلك نتيجة من حدوث تشققات وتصدعات على مستوى البدن ودعائم المحرك ووصلات المراوح التوربينية حسب ما ذكره خبراء الصيانة الهنود، مما أدى إلى احتراق البدن وبالتالي سقوط الطائرة. إنه مجرد تحليل ورأي، ورأي شخصي ليس هو الحقيقة. عزيزي المشاهد، إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك للمشاهدة، وشاركنا برأيك واترك لنا تعليقا. شكرا لكم.